اجازة العيد الدنيا ما اتغيرتش، الحرب الروسية الأوكرانية لسه شغالة وبتوسع كمان، مش باين لها سقف ولا باين لها نهاية. أوروبا وأمريكا داخلين فيها بكل قوتهم، روسيا مكملة فيها للآخر، بوتين ما عندوش طريقة خالص إنه يتراجع، هيكمل للآخر. هنشوف الحرب دي هتوصل لفين، لكن الأهم مع الحرب دي إنه السعودية والإمارات بيقولوا إن مخزون النفط في العالم كله ممكن يخلص. يعني عندنا مشكلة في أسعار البترول، عندنا مشكلة في أسعار المنتجات البترولية، عندنا مشكلة في التضخم اللي كل يوم بيزيد، كل يوم بيزيد الأسعار في العالم كله، كل يوم بيزيد الأسعار في مصر، كل يوم بيزيد، ده مصر علينا كلنا بنشتكي منه. لكن ما عندناش طريقة غير إن احنا نشتغل، لأنه دي أزمة مستوردة وإحنا جزء من العالم، بنتأثر بكل اللي بيحصل حوالينا، مش هنقدر نهرب منه، لكن نقدر نواجهه بان احنا نشتغل، بان احنا نكمل، بان احنا نحافظ على بلدنا. هنناقش كل ده في فقره مهمه مع دكتور ماجد عبد العظيم استاذ الاقتصاد النهارده. كمان رجعنا وكان اهم حاجه حصلت في رمضان الحقيقه، وانا كان ليا شرف ان انا اكون موجود فطار الاسر المصريه. في الفطار ده الرئيس اعلن 16 قرار مهم جدا، بعد ما قطعنا خطوات ناجحه وخطوات طويله في الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي. الاصلاح الاقتصادي اللي خلانا النهارده واقفين على رجلنا، اللي خلانا النهارده نقدر نتحمل الازمه رغم ان احنا بنشتكي، لكن متحملين، لكن بلدنا موجوده وبلدنا عافيه وبلدنا قويه. بعد ما قطعنا الخطوات الطويله دي في الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، جه وقت ان احنا نبدا الاصلاح السياسي. صحيح الاصلاح السياسي كان المفترض انه يبدا من فتره، والرئيس اعلن ده، كان المفترض انه يبدا بالتوازي مع خطوات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لكن الظروف العالميه اللي كلنا شايفينها، حرب الإرهاب للأسف الشديد اللي مصر عاشتها وأنفقت عليها من خير ولادها الحقيقة، الشهداء اللي كلنا بنترحم عليهم واللي هيفضلوا عايشين معانا واللي ضحوا بحياتهم عشان احنا نعيش، واللي أنفقت عليها كمان مليارات الجنيهات، كل الظروف دي أدت إن احنا نتأخر في خطوة الإصلاح السياسي، لكن جه وقتها وانطلقت بالفعل الأكاديمية الوطنية على تنفيذ قرارات الرئيس بالإشراف على حوار وطني الكل هيشارك فيه، ما فيش فيه إقصاء لأي حد، لا الأحزاب ولا الطيارات ولا النقابات ولا المجتمع المدني، الكل مشارك والكل هيقول رأيه، لدي بلدنا. وزي ما الرئيس قال، الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، من حقنا إن احنا نختلف لكن تحت سقف بلدنا، نختلف لكن بنحافظ على بلدنا. مع الحوار الوطني كمان الرئيس أعلن عودة لجنة العفو الرئاسي، وتم توسيع اللجنة دي والمجتمع المدني بيشارك فيها، وشفنا على طول أول ما اللجنة رجعت تم الإفراج عن شباب رجعوا وقضوا العيد في أحضان أسرهم، كان منهم 3 صحفيين زمايلنا، ودي نقلة كبيرة جدا في حرية الرأي والتعبير، بتقول إن البلد بتحافظ على الصحافة وبتحافظ على حرية الصحافة. النهاردة هيبقى عندنا فقرة مهمة كمان هنتكلم فيها عن لجنة العفو الرئاسي، هنتكلم فيها عن